أعلنت المقاومة الشعبية في مأرب شرقي صنعاء بدء مرحلة جديدة من معارك استعادة المحافظة من الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح بعد سيطرتها على عدد من المواقع الاستراتيجية هناك. المزيد مع مراسلنا خليل القاهري. مرحلة جديدة لتطورات المعارك في مأرب، فالمقاومة الشعبية وقوات التحالف حققت تقدما في مناطق الفاو والجفينة ومفرق سد مأرب ومدينة مأرب القديمة في الاتجاه الجنوبي. المقاومة سيطرت كذلك على تلة ماهر بالكامل وأحكمت السيطرة على الطلعة الحمراء المنفذ الرئيس نحو صرواح. هذا التقدم للمقاومة يأتي بعد اشتداد المواجهات مع مسلح الحوثي وصالح خلال الساعات الماضية، تقدم دشنت بموجبه المقاومة المرحلة الثانية من استكمال تحرير مأرب تحت غطاء كثيف لطيران التحالف الذي دمر عشرات الأطقم العسكرية للحوثيين بمن فيها ومهد الطريق أمام المقاومة والجيش الموالي لهادي. خليل القاهري، تلفزيون العربي، صنعاء.